بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج دنيا الأمومة. في على مدار 15 حلقة بإذن الله تعالى سوف نغطي موضوعات تهم المرأة وتهم الرجل كذلك، تهم الأسرة على وجه العموم. هذه الموضوعات تخص موضوع العقم أو تأخر الإنجاب وأسبابه، وليه ليه ليه في أزواج بتتأخر في الخلفة عن مدة سنة، وإيه معنى كلمة عقم أو تأخر الإنجاب، إمتى نسميه تأخر إنجاب، والعلاجات المتاحة منها الإخصاب المساعد، وهذا يشمل الحقن المجهري والحقن داخل الرحم. والحمد لله رب العالمين أن نسبة الإخصاب المساعد أو نسبة التأخر الإنجاب هذه نسبة قليلة، وبنحب نطمن السادة المشاهدين أن الحمد لله فيه حلول جديدة لجميع مشاكل الإنجاب، وسوف نتعرض لها بالتفصيل في الحلقات القادمة. من الأمور المتعلقة برضك بتأخر الإنجاب وبالصحة، صحة الأمومة عموما، زي الأورام الليفية وليه بتحدث ونسبتها قد إيه، وإزاي نعرف نشخص إن الست دي عندها أورام ليفية، وطالما شخصنا طرق العلاج المتاحة وأيهما أفضل، وده بيعتمد على سن السيدة، وده إن شاء الله سوف نتعرض له برضك بالتفصيل. كذلك من الموضوعات المهمة واللي برضك بتؤثر على نسبة الإخصاب، وهي داء البطانة المهاجرة، كون البطانة الرحم توجد في غير المكان الطبيعي لها خارج المنطقة الطبيعية وهي بطانة الرحم، هذا بيؤثر على الإنجاب وبيؤثر عموما على السيدة، يجي لها وجع وآلام وآلام في الطمس، وممكن يجي لها أكياس كبيرة ممكن تؤثر على صحتها العامة أو تؤثر على الإنجاب، وسوف نتعرض لهذا برضك بالتفصيل إن شاء الله. من الأمور برضك المهمة جدا واللي بتعتبر بالنسبة لنا تعتبر حالة طوارئ، اللي هو الحمل خارج الرحم، وده ممكن يحدث في أثناء الحقن المجاري وممكن يحدث من غير الحقن المجاري، وده برضك بيعتمد نسبته من دولة إلى دولة على حسب النسب الموجودة، وإن شاء الله هتعرض لمثل هذه الموضوعات، وإزاي نشخص إن السيدة دي عندها حمل خارج الرحم، الطرق المتاحة بالنسبة للتشخيص من الشكوى والفحص والفحوصات المتاحة، وإزاي إن احنا نعالجها والطرق المعالجة. ونحب نطمن المشاهدين إن هذه الموضوعات الحمد لله فيها تقدم كبير جدا في الطب، وفي علاجات جديدة ومتاحة وموجودة في على مستوى المستشفيات العامة أو على مستوى المستشفيات الخاصة. والنهاردة إن شاء الله نبدأ أول موضوع نتكلم عنه، وهو موضوع تأخر الإنجاب. وهذا الموضوع ممكن ناس كتيرة بتسأل إمتى نعتبر إن الإنجاب تأخر. بنقول علميا إن إحنا نقدر نقول إن تأخر الإنجاب لما الزوجين يبقوا عايشين عيشة زوجية كاملة لمدة عام كامل دون استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل. في هذه الحالة بنعتبر ان في تأخر الانجاب. لو احنا بصينا في المجتمع عموما بنلاقي بعد مرور سنة كاملة من هذا الزواج المستمر بنلاقي نسبة الانجاب موجودة في حدود 75%، لكن لو بعد سنتين بنلاقي في حدود 85% من الازواج بيحصل فيه حمل تلقائي دون اي مساعدة من الطبيب. يبقى يفضل عندنا 12 إلى 15% على مستوى العالم كله،
وعلى حسب الدول المتقدمة وغير المتقدمة، هذه النسبة غالبا ما بين 12 إلى 15% من السيدات تحتاج إلى استشارة الطبيب والمساعدة، وإن شاء الله لهم حل وكل حاجة لها حل. في ناس بتسأل هل كلمة عقم، كلمة عقم أصلا بتطلق على الزوج أو الزوجة اللي غير قادر على الإنجاب مطلقا، اللي هي بتقابل في الإنجليزي كلمة استيريلتي، يعني مفيش قدرة على الإنجاب على الإطلاق، إن ما عندوش حيوانات منوية أو الخصيتين مش موجودين أو فيهم كروموسومات، في أمراض في الكروموسومات بتاعته، أو هو أصلا بيبقى يعني عنده نقص في الهرمونات الذكرية اللي بتنجب الحيوانات المنوية. وبعض من هذه المشاكل لها حلول متاحة على حسب النظام، وده اللي هو اللي هيجي. احنا بنقول ان كلمة العقم كلمة كبيرة لا تطلق الا على الزوج او الزوجة الغير قادر على الانجاب مطلقا، اما اللي فيه تأخر الانجاب اللي هو في حدود سنة او سنتين، وقد يسمى كلمة عقر، ولكن كلمة عقر كلمة غير مشهورة، ولكن وردت كلمة عقم وكلمة عقر في القرآن الكريم في قصة سيدنا زكريا لما قال وكانت امرأتي عاقرا، وفي قصة سيدنا إبراهيم لما سكت وجهها وقالت عجوز عقيم، والقرآن الكريم تعرض لها تاني في الآية اللي بتقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يبقى إذن الخلفة هبة من الله سبحانه وتعالى سواء كانت إناثا أو ذكور. وهل نقدر بقى على الحلقات القادمة هل نقدر نختار نوع الجنين؟ ده هنتعرض له برضك، اختيار نوع الجنين في العلم الحديث وهل موافق للشريعة ولا لا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني في نسبة من الناس بتبقى غير قادرة على الإنجاب مهما الأطباء عملت، لأن ده خلاص قدرة الله سبحانه وتعالى. ودي الآية دي ممكن تكون بعض الأنبياء ولدت برضك، في بعضهم عنده بنات بس زي سيدنا شعيب، وبعضهم عنده صبيان بس زي سيدنا إبراهيم، وبعضهم عنده الاثنين زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عقيم زي سيدنا عيسى. فممكن الآية تخص الأنبياء أو تخص المجتمع عموما، ولكن الآية فيها إن الله عليم قدير، يعني في علم من الله سبحانه وتعالى وقدرة، وحينما يأتي العلم والقدرة للإنسان يستطيع أن هو يساعد بقدر الإمكان، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. ممكن نقول هل في النسبة بتاعة الزوج والزوجة مين هو المسؤول، من المسؤول عن تأخر الإنجاب؟ هل الزوجة أو الزوج؟ كانوا زمان بيعتبروا أن الزوجة هو السبب، وكان بيتزوج عدة مرات وكان في الآخر خالص يثبت أن السبب هو. وإحنا دلوقتي حديثا العملية أصبحت إلى حد كبير قوي حتى على مستوى العالم كله، 30 إلى 40% من الأسباب بتكون الزوجة فقط هي المسؤولة عن تأخر الإنجاب، والزوج سليم 100%، و 30 إلى 40% زيهم الزوج هو المسؤول والزوجة سليمة 100%، و 10-15 إلى 20% بيبقوا الزوجين الاثنين، بنلاقي في عامل في الزوج وعامل في الزوجة. عشان كده بنقول دايما في الفحص ان احنا لازم نشوف الزوج والزوجة الاثنين على حد سواء، لان هم المسؤولين. بيتفضل نسبة من 7-10 إلى 15% على حسب الاحصائيات، بتبقى الزوج سليم 100% والزوجة سليمة 100%، ولكن في تأخر الانجاب لاسباب غير معروفة. كل يوم بيتقدم العلم وبتظهر أمور بتقلل من هذه النسبة، وسوف نتعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة بتوسعة على أسباب العقم وتأخر الإنجاب. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.